استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية السيد شي تشونغ سفير جمهورية الصين الشعبية. وقد أكد سموه أن البحرين تتطلع دائما وقد أكد أن البحرين تتطلع دائما لتقوية علاقاتها مع بكين في ضوء المؤشرات الإيجابية التي تشهدها علاقات البلدين، وبما يتوافق مع رؤية عاهل البلاد المفدى الرامية إلى تطوير العلاقات مع مختلف الدول. وأضاف سموه أن البحرين حريصة كل الحرص على بناء علاقات وثيقة وقوية في المجال الشبابي والرياضي مع الصين باعتبارها تمتلك تجربة متميزة في هذين القطاعين. من جهته أكد سفير جمهورية الصين الشعبية حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مملكة البحرين مشيدا بما تشهده البحرين من نهضة وتطور.